قال من معرض حديثكم نفهم أن جماعة أنصار السنة ضالة وأن على الباطل، مع أنها أي الجماعة موحدون ويدعون إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك، فهذا ظاهر فيهم. هل نفهم من ذلك أن كل من يخالفك الرأي أنه على باطل؟ كيف تثبت ذلك وعلى أي أساس بنيت كلامك؟ أيضا هنالك سؤال ملح. طيب السؤال الأول، وده يمكن يكون جاوبنا على معظمه، وإنه ما هي الموضوع يا أخوان المرجعية مش الخالفني أنا، الخالف شنو؟ المنهج الصحيح، منهج السلف. ومنهج السلف لما أجي أقول لك منهج السلف، منهج السلف في مرجع، أرجع كتاب أصول السنة للإمام أحمد، أرجع مثلا كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أرجع العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، أرجع كتاب الشريعة للإمام الأجري. دي ذكرت لك المسائل اللي ذكرتها لك هسي دي من أصول الدين والإمام بالقدر والإمام بالملائكة وإلى آخر المسائل دي كلها، والعلو والإيمان، وفي بعض العلماء أفردوها سموه الإيمان، وبعض العلماء سموه السنة إلى آخر. ففي مرجعية مش الخالفني أنا، الخالف منهج السلف، أما الخالفني أنا فما مبتدع ولا ضال ولا غيره. إذا كان مسألة من مسائل الدين، وإذا كان مسألة من غير مسائل الدين، أما إذا كانت من مسائل الدين فالرجوع إلى الدليل ما لي أنا. فأنا ما قاعد أدعو الناس لاتباعي أنا، وإذا الخالفني باطل، لكن في الساحة الموجودين ديل كلهم باطل. وإنت قال لك اتبعهم منه هسي الأكثر المنظمين في الجامعة وفي السودان كله، ولا الما منظمين الأكثر منه؟ الما منظمين. ليه طيب 3% و10% يجوا طولين الشغلة كلها؟ عرفتها؟ نحن البلد دي ويتكلم باسمنا، انت من ذاتك انت كم في في في, في البلد دي؟ طيب قال هناك سؤال ملح، لماذا تحلق لحيتك وانت تدعو الناس الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر؟ ونرجو ان يكون الحوار هادف بناء، وشنو سنجيب عليك في المره المقبله؟ نحن انصار السنه. اول حاجه مساله اللحيه، انا ما قاعد احلق اللحيه، لكن ربنا ما رزقني لها، اسال الله انه يرزقني لها. عرفت؟ ما بيجوز، حتى لو انا بحلق حرام ما بيجوز. ثاني في كلام؟ ما في كلام. دي نمره واحد. نمره اثنين قال، وانا ما اعرف ده سؤال ملح. طيب قال نرجو ان يكون الحوار هادف، نحن ايضا نرجو ان يكون الحوار هادف. طيب قال سنجيب عليك في المره المقبله. انصار السنه ذاتهم لابدين. عشان تعرفوا يا طلبه انه والله المناهج دي مناهج فارغه ساكت، مناهج فارغه. شنو سنجيب؟ وهل انت تضمن انك ستجيب علي؟ يمكن تموت، ها ما تجي ستخش عشان انا سنرد. شنو سنه وسنه وسنه؟ كلام فارغ ساكت. والله اخواننا مناهج، والله مناهج تعبانه والله. ها ايوه انصار السنه دعوتهم للتوحيد، لو افترضنا معاك انه محافظين على دعوتهم القديمه للتوحيد، ده اخواننا ما كفايه، ده ما كفايه فقط في انه يكون الانسان صحيح المنهج، لابد تدعو للتوحيد وتحارب البدع والشرك. انت بتمشي مع اهل البدع، عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بدايات الكتب الزمان علمونا لانصار السنه، قال اعلم ان في كتاب الاصول الثلاثه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال اعلم انه من اطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حد الله. وده ذاته طعن ذاته في 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 مسائل كمال التوحيد، ذاته طعن ذاته. كونه الانسان يحاد اهل، يجيب اهل الشرك ويقعد معهم، دي ذاته مشكله كبيره. صار السنه مشوا عزوا شيخ الطريق السمانيه لما مات الجيلي بتاع طابط. انت عارف ده شيخه بيقول شنو في كتاب زاهر الرياض؟ قال الشيخ لما انخش سنار زمان احمد الطيب، في ناس دارين يشيلوا طريقته وناس متوقفين، ناس شالوها وناس متوقفين. قالوا كده نشوف الشيخ ده نجيض ولا ما نجيض. قال يا شيخ ورينا كرامه عشان نخش معك. قال لهم دايرين شنو؟ علم غيب عندنا، احياء موت عندنا، اي حاجه عندنا. قالوا نريد ان تحيي لنا ميتا. قال لهم خلاص، قال لهم راح المغابر. قال مشوا المغابر، قال لهم اختاروا قبر انتوا عشان تعرفوا الشيخ ده نجيض. عرفته؟ وانه انا زول ده ما اتفقت معاه ودفنته بالليل وطلعت له اكسجين ببرة، عرفتها؟ عشان تختاروا ايتو. قال اختاروا قبر. قام قال له قم. قال وكان صاحب القبر رجلا، عشان ما يقول لك شافوا عورة المرأة، يعني نظام الود نزيه. وانا جايك للموضوع ده لسه، عرفتها؟ قلة الادب حقت الصوفية. قال فقام وكان رجل. قال لهم اختنعتوا هاي؟ قال لا ارجع. انا ثاني ارجع؟ انا ارجع كيف يعني؟ شوف اللعب ده كيف؟ انا لو رجعت ما بمسك في كراع الشيخ والله الا تقطعها منه.
يرجعوك للقبر بترجع بعد ما انت شفت اهوال جوا ومصايب. يا ناس ما تلعبوا علينا. والقرآن بيبطل الكلام الباطل ده. ربنا قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو لا يرجعوا ما بترجع. وفي الحديث المشهور المعروف حديث جابر بن عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام لما استشهد يوم أحد ربنا خاطبه وقال له يعني عبدي تمنى علي قال أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك شنو ثانية. قال فلما سأله فلم يجب إلا بهذا الجواب، ده ملخص الحديث. قال له الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. ثم أنزل الله في شأنه قرآنا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عرفتها؟ فزول اللي بيموت تاني شنو يا أخواننا ما بيرجع. بعدين الصوفية ما بيتكلموا عن الأدب، ليه زول ده يمرق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده مش قلة أدب، المفروض تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس ولا ما إمام يا صوفي؟ يقول لك لا صح إمام الناس. طيب مارق ليه قبل الإمام يا وسخ؟ عرفته؟ فدي قلة أدب ساي بتاع الصوفية هوس. عرفته؟ فالناس يا أخواننا دي 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 دل دل المشو مشو لو أنصار السنة مشو عزوه. الله يرحم شيخكم، شيخكم اللي بيعتقد العقائد دي الله يرحمه. يا ناس انتوا بتلعبوا علينا ولا ايه؟ وده غير الترابي. جزاك الله خير اخونا مزمل متابع، فهمت؟ احنا دارين اللي بيتكلموا ديل يكونوا متابعين. مشوا وقالوا الترابي شخصيه، ديل انصار السنه قالوا شخصيه. ده كمان المتحدث باسم المركز العام اسمه ياسر محمد الحسن قال الترابي شخصيه اسلاميه لن تتكرر في العصر الحديث. اول حاجه ده ذاته ادعاء لعلم الغيب. قال لك لن تتكرر منه ده نمرة واحد، وده أنصار سنة يتخيل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الترابي ده بيقول عذاب قبر ماف، بيقول أنا أعلم من الرسول لأني أتكلم الفرنسية والرسول لا يتكلم الفرنسية. أهلو بيجيت جاك شراك يعني شنو يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الحجر وتكلم مع الناقة الجمل وتكلم مع الشجر والحجر سلم عليه. اتكلمت مع ديل يا ترابي؟ طيب الكمبيوتر بيعرف لغة الزيروان؟ الكمبيوتر أعلم منك؟ ما تبقى كده، دي بلادة ساكت. عرفتها؟ لكن من حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا العربية. ليه؟ لأنه لو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم لغة تانية كان بيقولوا أيوة ناس اللغة ديل هم جابوا له والعلم اللي بيقول هو وحي. ربنا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. صح ولا ما صح؟ وربنا قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر، قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. عرفته؟ فدي ذاته دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة وأنه لا يتكلم إلا اللغة العربية. لكن اللي بفهم الترابي منه كفر زي ده. يقول عيسى ما نازل، يقول عذاب قبر ماف، يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويستهزأ بعذاب القبر والعقيدة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي يقولوا أنصار السنة الشخصية التي لن تتكرر. عليك الله ديل ناس يحترموهم أنصار السنة ديل، ما خلوا بني آدم خليقة في البلد دي إلا دارين يجي يسنوا عليهم، بس يمشوا للرمم يسنوا على الرمم بس. يا ناس ما تخافوا الله يا أنصار السنة، استغلوا دعوة التوحيد تثنوا على أهل البدع والباطل. شكدا من أصول أهل السنة والجماعة كما قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في المجلد الأول، قال مجانبة أهل البدع والأهواء. قال وإنهم يرون عدم مجالستهم إلى آخر ما قال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاتحادية وهي عامة في جميع أهل البدع اللي هم الصوفية، الاتحادية ديل طائفة من الصوفية، بيقول أنت بتعبد الله لغاية ما أنت تبقى الله ذاته، ديل الجمهوريين. وهذا الكتاب ده ما وينه تاع الفيوضات الربانية، هذا ليه؟ عرفته؟ الكتاب بتاعهم موجود. قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وده المشوليه بتاع الكباشي ما قادري، وده بيجاي البرهاني. كلام عجيب والله، السودان ده جاي جوطة شديدة والله يا شباب، المزولية عليكم كبيرة، احنا بس علينا نوريكم. والشغلة دي زول لو احتسب ربنا بيرفع قدرك، لكن ما تقعد ساي. الإنسان يا أخواننا يكون همومه دنيوية. قراياتكم دي قراية بتاعت آخرة، وقراية الآخرة دي ده من شرفها.
لأنه زول بتاع قراية الدنيا دي بيحصل بها الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو كما يقال أو يروى لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران. لو كانت بيساوي جناح بعوضة ما كان ربنا سقى منها كافرا شربة ماء. ده البرهان هذا. ها والله انت عارف شافعك لو بكورك وريته الوجه ده تاني اظن انه يقطع مره واحد. المهم وجوه كالحه عليها سواد البدعه تاع البرهانيه ده. قال بيتكلم عن الاذكار ديل الصوفيه الانصار سنه بيقوموا يثنوا عليهم. قال تعمل الكلام ده. قال الف لام ميم كويس نووا فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا فعموا وصموا عما نووا فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا لا آلاء إلا آلاؤك يا الله ثلاثا. هرايك شنو ده؟ ما شريك وسحر ده اسمها بتاع الشياطين. والله تخش فيه مع الصوفية تجانية ولا ختمية ولا غيرهم تكون شغال لا لو لا يا حسن. طيب هنا قال هنا برضو هاديك حاجة. والله أي زول داري يجي يقرأ هاك أقرأ والكتاب قاعد في الدار السوداني. قال الناس دي ما بتخش وانصار السنة لبدو عرفتها زي ما قال ذاك الليلة يوم الرجال. المهم قال وكان الله قويا عزيزا. بها 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 بهية 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 بهيات 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 القديم الأزل يخضع لي جميع من يراني إلى آخر ما قال. وفي كلام تاني برضو أنا ما لاقيه هسي شغلة جايطة والله اسمها بتاع شياطين وسحر وبلاوي. عشان كده شوف أبعد من الصوفية بيغشوك بالمولد والحلاوة. وفي شباب بيقول لك والله عارفين المولد ده فارغ ساي لكن بتجي حاجات ظريفة هناك في المولد. في ناس دارين يخلطوا صح ولا ما صح؟ في ناس بيمشوا للموضوع ده أبعد يا زول. والله تمشي تقول دار تشرب لك موية ولا شاي لبن ولا زلابية خدت لك فوق مصيبة تكون لها تلقط أكياس بعدين. طيب قال بمحببه فتحا لقفل قلوبنا. طبعا أصل كلامهم كلام لا بتفهم لا فوق لا تحت. قال ويا نور عين النور حقق عبودتي. قال قصيدة قال توسل السادة البرهانية. البرهانية بتوسلوا بالكلام ده. قال ويا صقفاطيس لقاكم في القرآن. ده اسم ملك ولا نبي ولا حاجة زول صالح ولا خليك من صالح زول بطمن. ده اسمه صقفاطيس ده لو قالوا لك مش بتتخارج. قال صاحب الحمد والثناء عظيم صقاطيم وكافي البرية. دي اسمها بتاع الشياطين البرهانية لأنه الجن برضو منهم طرق. في أنصار سنة في سلفيين جن وفي صوفية وفي كيزان برضو بيكونوا خطرين جدا كويس كله. لأنه ربنا قال كده. ربنا قال عن الجن وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا شنو طرائق قددة. وفي الآية الأخرى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. قال أحن وقاف مع أدم أدن لنا رضاك وهبنا منك فيك الدراية وحم كذا هاء آمين وعالم بغيب وسر سلي السر مثل شهادتي. وكلام ذاته كلام غريب وعجيب. ديل الصوفية يمدحوا فيه منصار السنة يا ناس دي الدعوة حقتهم. فإنت لو تكلمت بالتوحيد الليل والنهار ثم مشيت مع هؤلاء فأنت خالفت أعظم الأصول ومن أعظم الأصول في منهج السلف الصالح من أعظم الأصول.